بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 25. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو له ولغيره، وذلك أن لما قال المنافقون في الذين استشهدوا في وقعة أحد: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير، فالله سبحانه وتعالى رد عليهم في أن هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله ليسوا أمواتا، بمعنى أنهم وإن فارقوا الحياة الدنيا خرجت أرواحهم، إلا أنهم في الآخرة وفي البرزخ أحياء عند ربهم، ولهذا قال عند ربهم، فحياتهم عند ربهم وليست حياتهم في الدنيا، وهي حياة برزخية خاصة إكراما لهم عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم لما بذلوا حياتهم الدنيا في سبيل الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى أعطاهم حياة أكمل منها وأفضل منها، وذلك بأن الله سبحانه وتعالى كما صح في الحديث جعل أرواحهم في أجساد طير خضر تسرح في الجنة وتأكل من ثمارها ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، هذه حياتهم في البرزخ، لأنهم لما بذلوا أجسامهم في سبيل الله عز وجل عوضهم الله بأجسام هذه الطير التي جعل فيها أرواحهم تتنعم في الجنة، ولهذا قال بل أحياء، أي حياة برزخية عند ربهم، هذه عندية القرب، أي أنهم قريبون من الله سبحانه وتعالى قرب تشريف وتكريم، يرزقون، يرزقهم الله من ثمار الجنة ومن أنهارها ومما فيها من النعيم. ثم قال سبحانه وتعالى فرحين، هذا منصوب على الحال، فرحين بما آتاهم الله، وهذا من تمام النعيم أنهم في فرح وانبساط وليسوا في هم وغم كما كان الناس في هذه الدنيا، فالجنة دار فرح وسرور ولذة دائمة. فرحين بما آتاهم الله، بما أعطاهم الله عز وجل من فضله وإنعامه من منحهم هذه الحياة ومنحهم الرزق المتواصل
الذي لا ينقطع بما آتاهم الله أعطاهم الله. وهذا فيه أن دخول الجنة والتنعم فيها إنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى، وأما العمل فإنه سبب لدخول الجنة، ولكنه ليست الجنة ثمنا للعمل، وإنما هي فضل من الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. يستبشرون لإخوانهم الذين بقوا على قيد الحياة من المجاهدين في سبيل الله لما عرفوا ما لهم من الأجر عند الله سبحانه وتعالى، استبشروا بذلك لهم لأنهم إخوانهم. والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قيل المراد الذين لم يقتلوا معهم في سبيل الله لكنهم يواصلون الجهاد، فهم لما رأوا ما أعد الله لهم في الجنة فرحوا بذلك لإخوانهم. وقيل المراد عموم المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله، وأن الله أعد للمؤمنين في الجنة كرامات عظيمة، فلما رآها هؤلاء الشهداء وعاينوها فرحوا بذلك لإخوانهم. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف يكون على الشيء المستقبل، والحزن يكون على الشيء الماضي، فالله نفى عنهم الحزن على ما مضى والخوف من المستقبل، وهذا من كمال النعيم والسرور. ثم قال سبحانه: استبشرون بنعمة من الله. هذا كرر الاستبشار لأنهم في استبشار متواصل لا ينقطع. استبشرون بنعمة من الله أنعمها عليهم في الجنة وأكرمهم بها، وفضل من الله سبحانه وتعالى، وتكرم منه عز وجل لا ينقطع، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ثلاثة أمور: استبشرون بنعمة من الله، هذا الأول، والثاني فضل، والثالث أن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فهذه بشارات عظيمة من الله سبحانه وتعالى ومتواصلة للمؤمنين أحياء وأمواتا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.